انطلاقا من سعي إمارة أبو ظبي للانتقال باقتصادها من الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي إلى مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدرة على المنافسة، قامت الإمارة بتحديد رؤيتها المستقبلية للعام 2030 بشكل واضح يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتقوم رؤية أبوظبي 2030 على مزيج متميز يجمع بين نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقد حددت رؤية أبوظبي 2030 تطلعات الإمارة من أجل تنمية مستدامة تعكس سعيها الحثيث لتكون واحدة من الاقتصادات والمجتمعات الرائدة عالميا. ولتحقيق ذلك حددت حكومة إمارة أبوظبي دعائم محورية يستند إليها المستقبل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للإمارة، وأتت على النحو التالي: خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة، قطاع خاص فاعل ومؤثر، إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة، بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية، استقرار أمني على الصعيدين الداخلي والخارجي، المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة، المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها.